السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور وأوقات سعيدة نتمناها لكم بإذن الله تعالى. ربي يحقق أمانيكم ويسعدكم دنيا وآخرة يا رب العالمين. عموما جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم عندنا الأجواء ولا أروع من كذا. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا 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 الجو عندنا، جو ما شاء الله تبارك الرحمن، على رذاذ خفيف، على أجواء باردة. اليوم من دخل الصيف يعتبر اليوم أبرد يوم يخطف علينا، درجة الحرارة ما شاء الله 29، جدا الجو لطيف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. وعموما تو بدينا احنا أيضا جولتنا لهذا المساء، زين تخبرونا كيف الأجواء عندكم، عسى برد الجو بتباشير خير بدخول فصل الشتاء. وعلى فكرة شفتوا المقطع اللي فات، ترى جازتنا كذا بنقضيها الفترة القادمة، فاللي مستعد يكون معانا يلا أبوي خلا. الله يحفظكم وأوقاتكم سعيدة، أوقاتكم سعيدة. في مقطع بعدنا بنزله حالكم كذا تستأنسوا اليوم، عفواد اليوم تضحكوا لين تنبسطوا، لين السعادة هذا تغمر أوقاتكم. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومكروه. مرحبا وسهلا، اليوم سماء السلطنة على موعد مع ظاهرة القمر الأزرق العملاق. والله يا جماعة الخير بالصدفة اليوم أنا لبست أزرق، وأنا وأقلب طلع لي هذا البوستة حطته، وهذا البوستة شوفوه، وجيت أشوف القمر ما أنه أزرق، يعني كما كل ليلة كما كل ليلة، لكن هل يعنوني أنا ولا كيف؟ ها؟ يقصدوك. مو ربيع. يقصدوك أنت يا أبو حميد. يقصدوني أنا. يقصدوك أنت القمر الأزرق. إيه الأزرق العام. عزيز أبو حميد. هو باين عليك هذا أزرق، كله في أزرقه. أزرق في أزرقه. إيه أزرق في أزرق. هذا معناتك أنت. واقف الحكي، ما بيدينا حيلة، لكن القمر هو القمر اليوم ما أزرق، القمر اليوم. 200 تيب حميد ماشي كيف. علم ما هو ماشي عاد، من يعنو ما نحيدهم. انت انا ايه انت مرة شكرا عفوا شكرا 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 على الدفعة المعنوية بوعطيتني اياها استاذة ربيع، وغاية الرمسة